تصويت اليوم في البرلمان الإسباني الكونغريسو على تنصيب فيخو رئيسا للحكومة تم بفشل ذريعا، وذلك باعتبار أن الرجل لم يكن جديا في مسعاه للحصول على رئاسة الحكومة. فيخو والحزب الشعبي يعرفان أنهما لن يحصل إطلاقا على ثقة البرلمان، على اعتبار أنهم ليس لهم حلفاء إطلاقا، حلفاؤهم هم اليمين المتطرف، ومفاتيح تنصيب أي رئيس الحكومة في يد الكاتالاني والباسك، وهؤلاء يستحيل أن يضعوا يدهم مع الحزب الشعبي باعتبار حليف فيخو. ابتداء من اليوم ينص الدستور عن الإسباني على أنه هناك مهلة شهرين لتنصيب رئيس آخر. الآن الكرة عند عاهل الإسباني، وسيبدأ المشاورات على ما أظن يوم الاثنين المقبل مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتكليف مرشح آخر. والمرشح الآن هو بيدرو سانشيز، هو الأقدر والأوفر على الحدود باعتباره القادر على نسج التحالفات خصوصا مع الباسكي والكاتالان. وأنا في رأيي الهدف الأساسي لفيخو من هذا التكليف وإصراره هو تعزيز سلطته الحزبية. هو خرج صحيح قويا، ولكن خرج قويا داخل صفوف حزبه وليس في الشارع الإسباني.